السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا الأعزاء، كل سنة طيبين. إن شاء الله إحنا النهاردة بنتكلم في ديزاين وفرش وشغل تصميم 100 حاجة فوق بعض عن السباكة. الحمام من أول ما بتخش لحد ما بتخرج منه بنعمل فيه إيه؟ أول حاجة حضرتك بتخش تعمل الديزاين، تشوف الديزاين بتاعك فيه إيه؟ هل الجرافيك اللي موجود مع العميل 3D يتماشى معاك ولا لأ؟ كل الحاجة دي كلها بنعرفها مع بعض واحدة واحدة إن شاء الله. احنا ان شاء الله هنا الباب ده شلناه من المكان دوت، كان المكان هنا الباب، فاحنا رحلنا الباب شوية وبنينا ما يقرب من 50 سنتي علشان اعمل وحدة شاور في المكان ده، علشان خاطر اعمل جتات واعمل كابينة شاور، حاجة تبقى ممتازة جدا 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 بعون الرحمن. بداية في الامر انا عندي دي كاميرا هتتصحح ان شاء الله، هيجي البنا يبنيها ويعمل تجويفات تجويف علشان خاطر ابقى عندي استخدام الشاور بتاعي للشامبوهات والبلسم والحاجات اللي انا بستخدمها جوه الشاور تبقى معايا جوه الكابينة بتاعتي. عندي هنا بحط كرسي، ان شاء الله هنعمل كرسي بحيث ان اللي قاعد الجتات تخبط فيه وهو قاعد بيستخدم الهاند شاور في ايده وهو قاعد يستخدم الرين شاور كمان لو اذا اراد. طبعا لسه جالي بنأهل الشغل ان شاء الله، طبعا نتعرف على الخلاط ده سمارت بوكس جروهي 3 مخارج، 2 دخول و3 خروج، ثمنه النهارده سعره 1700 جنيه اللي هو الجسم الدفن دوت، والوش التشطيب بتاعه والهاند ميكسر من 3500، والوش السمارت بوكس اللي هو الزراير بيعمل معاك تقريبا 5000 جنيه. طبعا عندنا ده مخرج هنا بيديني 3 مخارج، مخرج خدنا فيه هاند شاور وطلعنا فوق خدنا رين شاور، نازل من الجبسن بورد وجينا هنا حطينا 5 جتات، 5 جتات جايين معايا بالتناسق، 1 في الصدر، 2 في الرقبة، 1 في الرقبة، 2 في الصدر، 2 في البطن، زي ما احنا شايفين كده بالتناسق. طبعا عندنا هنا البؤج، عملنا بؤج في الحمام. طبعا يعني ايه بؤج حضرتك؟ يعني بنجيب بتاع المحاره والعميل عايز يعمل حاجه هندسيه، حاجه كويسه جدا، كل حاجه بتمنها، يعني الشغل الهندسي بتمنه والشغل اللي هو عشوائي بتمنه، كل حاجه عشان نقول كل نعطي كل ذي حق حقه. فطبعا هنا جبنا بتاع البؤج، عملنا البؤج بتاعتنا زي ما ستك شايف كده، شدنا عليها خيط، يعني هنا طبعا عشان ده عمود احنا ما بنكسرش في العمود اطلاقا، تكسير في العمود انا بقول لك لا، بعد اراء مهندسين كتير استشاريين والكلام ده كله. طبعا حطينا شغلنا بره على بره العمود، وجبت البؤج بقج وعمل زوايا قايمه، هنشوف ده كله في فيديوهات متتابعه ان شاء الله. عملنا برده، بص هنا كده يا عم خالد قرب شويه، بص كده حضرتك هنا المحاره جايه فين؟ يا دوبك المحاره جايه على وش الصندوق بالظبط اللي هو الخيط بتاعي دوت، تمام كده؟ عندي ماده وبلاطه 1.5 سم، هات هنا كده قرب شويه، عندي هتيجي هنا كده البلاطه لحد هنا كده بالظبط، لما اشيل 1.5 سم ماده وبلاطه جت معايا لحد هنا، اصبح سبت المينيم والماكسيمم كله كمان ما لعبتش فيه عشان خاطر انا عندي اقصى بروز للخلاط بره هنا، اخر الشرشره ما ينفعش اطلع لبره تاني، طلعت بره تاني بتخش في تطويله وموضوع احنا مش عايزين نتكلم فيه ونخض الناس فيه، بس الطبيعي للخلاط السمارت بوكس دي الشرشره بتاعته. طيب نكمل برده هنا في الجنب ده، هنا طبعا عملنا بؤج زي ما احنا قلنا من شويه، وبنخلي المخرج بتاعنا اللي هو بتاع الجيت علشان ما احطش كده بنص في نص والكلام ده، طبعا كل حاجه زي ما قلنا على حسب طلب ورغبه العميل. تقرب كده هنا يا عم خالد، طبعا الخيط ده وش المحاره بتاعتي سايب لك ما يقرب من 1 لـ1.5 سم اللي هو قيمه البلاطه والماده، بحيث تلاقي اتيه ابو سن على اول الشراره بتاعتك على اول البلاطه، بحيث ان هو ما يعملليش جرب نص في نص والشغل الهندسي، حضرتك بنتكلم في الشغل الهندسي. طبعا لو كملنا ونزلنا طبعا البؤر كلها واحده، هات هنا كده طبعا اهي، بص كده حضرتك برضه نفس اللقطه اهي، برضه سايب لك ما يقرب من 1 لـ1.5 سم اهو، ما يقرب من 1 لـ1.5 سم بحيث ان انا اسيب قيمه البلاطه والماده وما استدعيش احط كده بنص في نص والكلام ده. طبعا نكمل بعد ما اخدنا الشاور بتاعنا حضرتك هنا 1.10 متر، جينا قسمنا حطينا الحوض بتاعنا في نص ما بين الشاور وما بين الشباك، ديك من الشاور للشباك حضرتك عامله معايا 1.20 متر زي ما سيادتك شايف كده، سيبنا 10 سنتي خلوص من هنا بين السيكوريت، وسيبنا 10 سنتي خلوص ما بين الفريم بتاع الشباك، حطينا الحوض في الاكس بتاعنا، طبعا هيبقى حوض يونت ان شاء الله هنا معلقة باليونت بالدراج بتاعتها، ده محبس العمومي بتاع الحمام ده، عود نفسك تعمل لكل حمام محبس. طبعا بالمناسبة حضرتك عود نفسك الخلاط ده
يكون ميزان معاك زي كده، هتقرب شويه كده، لازم يكون معاك ميزان زي كده حضرتك علشان خاطر يتشطب معايا كويس اهو. ده كده اتخلط معايا على الميزان عشان يتشطب معايا الشكل معايا. انا معايا بوش من جوه ما يقرب نص سنتي تقريبا، اعدل فيه الشغل بتاعي. طبعا عود نفسك تاسس الحوض بتاعك نص ركبه، جت نص ركبه ماشي، جت واحده معلقه ماشي، جه حوض عمود براحتك، بس بحيث ان انا ما اكبرش العمود على حاجه. طبعا احنا هنا ده وشه لفوق حضرتك علشان خاطر بياخد معايا الميه، وبفضل نختبر الصرف. طبعا هنا بنجهز للعزل، فبعد ما ركبنا البيبه بتاعتنا هنا عندنا سقوط جامد، ركبنا البيبه هنا وركبنا الصرف بتاعنا وقفلنا على التصاريف وشلنا الشغله بجوان، وبعد ما نعزل والدنيا دي كلها بنخش نركب الشغل بتاعنا تاني. نيجي تاني، انا كان عندي القاعده مطرح ما انا واقف هنا كده، البرج كان مديني التواليت بتاعي يكون هنا. طبعا العميل ما كانش حاببها بس الديزاين كان مديله كده، بس احنا نور ما تقلقش باذن الله نقلنا القاعده من هي كده، كانت قدامها المسافه ما كانتش عاجبه العميل قوي، جبنا القاعده في المكان ده، بقت قدام مني فراغ كامل، اصبح معايا في تعديل خارجي في الصرف بره. انا بقول لسيادتك ما تقلقش من اي تعديل خارجي، التعديل الخارجي ان شاء الله هنعمله لك، اهم حاجه الديزاين من جوه يبقى عامل ازاي، ما حدش بيربطني او بيحكمني بديزاين او فرش، انا اللي بقول ينفع او ما ينفعش كسباك، مش انا محمد صلاح كسباك ان شاء الله. فانا جبت هنا كده التواليت بتاعي، بقى قدام مني فراغ كويس جدا، جبت هنا خلاط شطافه سخن وبارد جروهي، ده خلاط شطافه سخن وبارد جروهي بدون محول، زائد الوش بيعمل معاك 1900 جنيه، هنا المخرج الهاند ميكس الشطاف بتاعه، هنا ده حطينا هنا كده محبس في الصندوق، حطينا هنا كده محبس للتشطيف اللي هو التشطيف الخارجي، التشطيف الداخلي للتواليت. الصندوق دفن جروهي طبعا سعره زي ما احنا عارفين اليومين دول أزمة الدولار وأزمة الاستيراد والتصدير، سعره النهارده عامل تقريبا 5000 ل 6000 ونص. طبعا المكان ده هنا كده سيبنا التجويف، ليه ما كملناهوش؟ علشان هنزل بالكاميرا دي هنا هعمل شكل ديكوري مع البنا لما يجي ان شاء الله، هعمل هنا كده بانوه ديكور احط فيه الاسبوطات الحاجات الحلوه الجميله بتاعتي، هنا كده هعمل دولاب احط فيه التخزين للشامبوهات، وداري فيه جوه من الدولاب برضو بتاعي السخان الفوري ان شاء الله يا رب ينول اعجابكم. طبعا عندنا ده هنا برضو ليل تقطير عشان خاطر العزل والقصص دي كلها احنا بنتكلم فيها باستفاضه، بس احنا بنقول سريعا عشان الناس ما تزهقش مننا، دي كلها فيديوهات تفصيليه ان شاء الله. ارجو ينول اعجابكم وان شاء الله باذن الله تابعونا على صفحه صباك شاطر على الفيسبوك وقناه صباك شاطر على اليوتيوب، ولا تنسونا من صحبه دعاكم دعوه صالحه من رجل صالحتك فينا في الدنيا وما فيها. شكرا.